شوف المرة الجاية غندير لا كونفيرونس بالشلحة باش نكونوا كلير. دونك تكريما للمكانة ديالكم، أول مرة والله لا صدقوني كل كاع الناس قالوها، أول هاد نسبة الحضور اللي عندكم رائعة، هذه قبيلة راه تقريبا ما تلقاش البلاصة، هذا شيء رائع. ثانيا دابا راه قربت العشرة د الليل، ما عمرني شفت أنا حضرت راه 400 محاضرة اللي حضرت عليها في حياتي ما عمرني شفت الناس فاتوا السبعة ونص، دونك هذا شيء رائع، نتمنى لكم المزيد 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 من العطاء وشكرا. وكنشكر جزيل الشكر كاع لي مومبر دو لورغانيزاسيون ديال لاسوسياسيون التضامن، وكنتمنى لكم المزيد من الصحة والعافية والتوفيق والنجاح إن شاء الله. دكتور بوهدام، خليتينا ما نقولوا دكتور بوهدام، خلينا ما نقولوا وما عرفناش كيفاش غادي نشكروه، خاصة أن عنده جوج الحوايج اليوم خلاهم وجاو على ود جمعية التضامن وعلى ود المساعد الصيدلي. الحاجة الأولى هي أن اليوم واحد من وحدة من بناته إلا ما كانوش إلا كانت رانيا عندها عيد ميلاد اليوم، إذن عوض ما يجلس حداها يفتي مع هاد المناسبة هادي جمعنا. وثانيا كانوا عنده دو كونفيرونس في ان اوتر كونغري، وفضل انه يجي عند التضامن لانه فايت كان عطى لاكور لجمعية التضامن ووفى به. اذا كنخليكم تشكروه بلاصتي. Happy birthday to you. Rania. Happy الله يخليها عليك وتكبر في العز ديالك ان شاء الله. كنشكروا كذلك سي حسن العمراني اللي ولا واحد منا، واقيلا جايب معاه الطبليه. جايب الطبليه ولا لا؟ لا بلوز. والدكتور حمي اللي حتى هو تحمل عنا السفر باش يحضر معنا. دكتور بن زاق ميلود واستحمار هذا سينيح. جو سوي اوريجين دو تافراوت. واستحمار هذا سينيح شكوني كاع وتمازيرت. الا حتمازيرت نتقاسم المنطقه هاد كل شيء. مرحبا بك حتمازيرت، هاكي الصباح بيف المجهود منك. اذا ان شاء الله الدكتور بن زاق غادي ياخذ من جمعيه التضامن واحد التذكار اللي غادي يبقى في الارشيف ديالو لا شك، وغادي يكون واحد التعبير على المحبه والاخلاص والتقدير ديال جمعيه التضامن على المجهود ديالكم. كنشكركم وكتفضل معايا السي حسن العمراني باش يقدم لي هذه الهديه. تفضل معايا دكتور. إذن بهذا نكون قد أنهينا البرنامج المسطل لهذا اليوم الأول من الأيام السابعة لجمعية التضامن المستخدمين القطاع الصيدلي. كنشكركم والجمعيات الضيوف ديالنا يبقوا معنا باش نمشيو نتعشاو إن شاء الله.